هكذا تتواصل الأشواط وهكذا يتجدد اللقاء في أشواط صباحي هذا اليوم الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. الشوط الثامن الذي تعلن فيه الانطلاقة عن هذه الفية من الجعدان، الحقائق في هذه الشعارات العملاقة وهذه الأسماء الجميلة. نسير إلى مقدمة الشوط، ضيف يتقدم المشاركين محمد بن سلطان المالكي يقود مساري هذا الشوط، يلي في المركز الثاني ويتقدم في ثاني المراكز دابان لعلي بن سالم بوظفيرة العامرياتي في المركز الثاني. المركز الثالث هذا الأسد تعود ملكية محمد بن سلطان بن مرخان، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات مشغل سالم بن حمد بن زفنة العفاري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف الانطلاق على خامس المراكز، لزام تعود ملكيته لأحمد بن مبارك بن يمعة بن مغير الخيالي. والمركز السادس معزم لمطر بن غريب بن راشد الكتبي. والمركز السادس سادس المراكز أو سابع المراكز يتقدم في هذه اللحظات الفهد العبيد بن علي بن يابر المري. المركز الثامن تقدم فيه شاهين الحميد بن حران بن حمد بن حميدان، بينما المركز التاسع وصل في تاسع المراكز لسالم بن حمود بن عبد الله البلوي يتقدم، بينما المركز العاشر عاشر المراكز وهذا هو مردف تعود ملكية العلي بن عبد الله بن حمد بن حمود الدرعي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. عودة إلى مقدمة الشوط في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل على أرضية هذا الميدان. يا سلام، عودة إلى المركز الأول الأسد. هناك نعود إلى المركز الأول إلى صايب اللي في المركز الأول محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يقود مساري هذا الشوط. صايب وينفرد بالمركز الأول يباعد المسافة، بينما ضيف في المركز الثاني محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الثالث دابان علي بن سالم بوظفيره العامري يتقدم مع المركز الثالث. أما المركز الرابع مشغل سالم بن حمد بن زفن العفاري في رابع المراكز. والمركز الخامس هذا شاهين الحميد بن حران بن حميدان يتقدم في هذه اللحظات. شوف اللي تدخل، اللي وصل شاهين لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. أعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى، أعود إلى صايب بالمركز الأول. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتقدم وينفرد عن الجعدان، يسيطر بعرضه الفنان، يسيطر بكلمه جميل بهذا الأداء. صايب بالمركز الأول، 600 متر الأخيرة. صايب الشعار الصعب دائما بهذه الانطلاقات. شاهد يا مشاهد ما شاء الله وتابع صايب، رقص في الأمتار الأخيرة. تحرك المركز الثاني، أسباب تعود ملكية السعيد بن عبيد بن يمعة بن عديل في المركز الثاني. ياتي على ثاني المراكز، ولكن صايب بالمركز الاول مسيطر محمد بن سلطان بن مطار بن مرخان. ياتي صايب بالمقدمه 200 متر الاخيره، ما شاء الله تبارك الله، يسير بركب المقدمه، ينطلق صايب. تهانينا لابو سلطان محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثاني تحركات من سعيد بن عبيد بن يمعه بن عديل، ولكن صايب ينتزع ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم في أسباب لسعيد بن عبيد بن يمعة بن عديل في المركز الثاني حل. والمركز الثالث اللي هو دابان لعلي بن سالم بوظفيرة. المركز الرابع شاهين تعود ملكيته لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. والمركز الخامس 24 هذا هو جلموت لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى. عودة إلى صايب وتوقيته الزمني، وسلام يا مرقم سلام على هذا الفوز. 4 دقائق 31 ثانية و
وجزئين من الثانية. تهانينا محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي على فوز صايب بالمركز الأول، هذا هو على شاشة التلفزيون، بينما المركز الثاني من قدم كذلك أداء جميل في الأمتار الأخيرة أسباب سعيد بن عبيد بن يمعة بن عديل. توقيت الزمني 4:32.6 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثالث نشوف الثالث، هذا المركز الثالث الذي أتى كذلك بأداء جميل 4:35.9 من الثانية، اللي قدم هذا الأداء اللي هو دابان علي بن سالم بن عبيد وظفيرة العامري حلف المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة للمراكز الأولى. تهانينا والناموس للجميع.